طبت أوقاتكم. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعلن دعمه ترشح رئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية ويؤكد فوزه بها. ما هو رأيك؟ عمار جبار، اعتماد الخطاب الهادئ والمعتدل من قبل العبادي والتعقل في حل الأزمات والتمسك بالدستور والتسلسل بحل الأزمات والنجاح بتحرير الأراضي وإعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية وعدم الانجرار إلى لعبة المحاور، كلها عوامل أسهمت في تعزيز الدعم للعبادي لولاية ثانية من قبل جميع الوطنيين وفي مقدمتهم السيد الصدر. أحمد العلي، لا زال العقل العربي يعبد الأشخاص ولا يفكر بالاستراتيجيات قبل أن يدعم أي شخص. المفروض أن يقرأ برنامجه وخطته في إدارة البلاد للدورة المقبلة، وكحزب أو تيار صدري عليه أن يطرح مرشحه ويعرض خطته الخاصة في إدارة البلاد. الأحزاب أثبتت أنهم أحزاب أشخاص وبيوتات لا أحزاب سياسية. حياة كريمة، السيد العبادي نجح نسبيا في إدارة البلاد رغم أنه استلم القيادة في ظروف أمنية صعبة، وأضاف الاقتصاد لذلك يستحق ولاية ثانية شرط توفر وزراء مستقلين من اختياره. مون مون، العبادي حقق شيئا، المشكلة في انتخابنا للبرلمان، يجب تغييرهم وتغليب أحزاب أخرى، وهذا النظام الانتخابي من أصله فاشل. راسوياس، من خلال فترة حكمه تعلم وعرف بمواطن الخلل في الاقتصاد العراقي، والخلل مشخص ونعرفه جميعا، الفساد الإداري والاقتصادي في كافة المواقع وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب المحصصة. أخيرا إبراهيم إبراهيم، بيان سابق لأوانه، ولا يمكن لأي سياسي عراقي أن يضمن لنفسه أو حزبه الفوز بالانتخابات إلا إذا كانت صناديق الاقتراع تحت يديه.